اشتباكات مستمرة منذ عام ونصف في محافظة البيضاء ولا وقت لاستراحة محارب فيها. مديرية الزاهر الأكثر اشتعالا في المحافظة شهدت في الساعات الأخيرة مواجهات في عدة جبهات، 5 قتلى و3 أسرى حصيلة لهجوم شنته المقاومة على موقع استحدثته الميليشيا مؤخرا في منطقة قرب بالقرب من جبل الكساد الذي تسيطر عليه المقاومة في مديرية الزاهر. بالتزامن مع ذلك وعلى بعد قذيفة من الموقع المستحدث، اندلعت مواجهات عنيفة بين أفراد المقاومة والميليشيا في جبهة كساد والمحصن والحبج، انتهت بانسحاب الميليشيا وفشل محاولة التوغل التي نفذتها للسيطرة على مواقع المقاومة هناك. الميليشيا التي تستميت منذ انقلابها على الدولة في محاولتها السيطرة على محافظة البيضاء يبدو أنها ما زالت مصرة على ذلك رغم تكبدها الكثير من الخسائر فيها، وخصوصا في مديرية رداع أكبر مديرياتها. ومن الواضح أن هذه الاستماتة تعود إلى معرفة الميليشيا بأهمية المحافظة على الخريطة الحربية، حيث تتوسط 8 محافظات، وبذلك تكون بوابة لأكثر من محافظة، فهي بوابة للمحافظات الجنوبية وبوابة لعدد من المحافظات الشمالية أيضا. الشرعية وقوات التحالف يدركون أيضا ما تدركه الميليشيا، إلا أنهم رغم ذلك لا يدفعون ولو بجزء يسير من التعزيزات إليها، على عكس الميليشيا تماماً.